أزور سيدي ومولاي أبا عبد الله زيارة مني ونيابة عن جميع المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المجدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سين وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله.
لقد عظمت الوزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام على السلام على الحسين. السلام وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات. زيارة أبا الفضل العباس. أزور سيدي ومولاي أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك. فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم داروا وعيشي بهم قاروا وزيارتي بهم مقبولا وحياتي بهم طيبة وأدرجني إدراج المكرم واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا
قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة صلوات.